السلام عليكم. اليوم عندنا فكرة كتير حلوة وكتير بسيطة، تابعوا الفيديو من البداية للنهاية وكل خطوة بخطوة لحتى تستفيدوا. وإذا أول مرة بتشوفوني وحبيتوا المحتوى وحابين يوصلكم كل جديد، نزلوا هلأ لتحت لأسفل الفيديو، كبسوا اشتراك، فعلوا الجرس، وأهم شيء تكبسوا على كلمة الكل. بهذه الطريقة بتكونوا انضميتوا لعائلتنا الكبيرة، ويا أهلا وسهلا فيكم. بداية أحبائي، مثل ما شايفين أنا عندي هون البطاطس. أنا اليوم بدي أستخدم حبة كبيرة وحبة صغيرة، فيكم تستخدموا أنتوا الكمية اللي بدكم إياها. بداية أحبائي، مثل ما شايفين أنا بشرت بطريقة التقطيع. بالنسبة لطريقة التقطيع، أنا بدي أقطعهم بهيدا الشكل كتير صغار لحتى ينسلقوا بطريقة سريعة. إذا كانت حبة البطاطا حطيتها كاملة بالماء فأكيد ما رح تنسلق بدقائق، بينما إذا تقطعت بهيدا الشكل رح تنسلق معي بدقائق معدودة. رح شيلهم هلأ وأسلقهم. هون بعد ما انسلقت مثل ما شفتوا رح باشر بالهرس. بالنسبة لطريقة الهرس، مفروض اهرسهم بهيدا الشكل، ببلش تدريجيا اخد كل حبات البطاطا شوي شوي من ميلة وحدة لحتى اضمن انه حبات البطاطا رح ينهرسوا بشكل كتير مزبوط. ما باخدهم كلهم مع بعضهم وبهرسهم بفرد مرة، هيدا غلط. شفتوا كيف انا عم بشتغل؟ باخد شوي شوي وببلش بالهرس بهيدا الشكل، بوصل لاخر شيء انه كل حبات البطاطا انهرسوا بطريقة مزبوطة. بدي اقول شغلة كتير مهمة، انه انا ضفت طبعا ملح لحبات البطاطا، وهلأ بدي اضيف 200 جرام تقريبا من النشا الذرة، ورح باشر هلأ بخلطهم كلياتهم بقلب بعض. هلا بالنسبة للنشا شو رح يعمل؟ النشا رح يسحب كل رطوبة البطاطا، البطاطا يعني كل المي الموجودة بحبة البطاطس كلها النشا رح يسحبها. كرمال هيك بدي بلش بالعجن بإيدي وحطها على جنب كوب من المي، كرمال رجع الرطوبة للنشا سحبتها. يعني احنا هلا رح نبلش نضيف تدريجيا المي لحتى طبعا ترتب ترجع عندي حبه البطاطا او حبات البطاطا. هون مثل ما ملاحظين انه عندي نشفت على الاخر وصارت عندي البطاطا مبرغله، يعني ما عم تلزق ببعضها. هون معناتها انه عندي حبه البطاطا او حبات البطاطس نشفوا على الاخر. هون ببلش ضيف لهم مي. قديش ضفت مي؟ تقريبا رح ضيف اول شيء ملعقتين من الماء بس لحتى اشوف الرطوبه الموجوده عندي، يمكن ما احتاج اكثر يمكن احتاج اكثر. هلا رح ارجع ضيف كمان 3 معالق من المي، يعني انا بكون هون ضفت تقريبا 5 معالق من المي، يعني تقريبا شي ربع كوب من المي، وبرجع بخلطهم. شفتوا بصيروا كلياتهم بفوتوا بقلب بعض وبينعزنوا بطريقه كتير مزبوطه وبطريقه كتير صحيحه. هون نحن عم نشتغل خطوات مزبوطه. كرمال هيك انا بقلكن تابعوا الفيديو من البدايه للنهايه وكل خطوه بخطوتها، لانه يمكن اذا ما حضرتوا الخطوات من بدايتها لنهايتها يمكن شي خطوة من الخطوات انكم ما تشوفوها وتطبقوا الطريقة وما تزبط معكم. فشوفوا من عجيني طلعت معي بهيدي الخطوات اللي خبرتكن عنها، عجيني رائعة، عجيني من البطاطس. مثل ما شفتوا انا ما ضفت ولا شي، بس ضفت النشا والمي. وهلأ رح باشر بعملين حبات البطاطا، أو رح باشر بعملين عجينة البطاطا هيدا الأصح، بعملينها بهيدي الطريقة. وأنا على جنب عندي قنينة أو زجاجة بيبسي مثل ما شايفين، لأنه بدي أشتغل فيها بعد شوي. بصير بعمل كل حبات البطاطا بهيدا الشكل. بالنسبة للحجم، الحجم مثل ما أنتوا بتختاروا، فيكن تزغروا فيكن تكبروا، هيدا الموضوع اختيار. أنا هون عملتن حبات متوسطة تقريبا قريبة لل الفطر، حبة الفطر الكاملة تقريبا بتكون حلقدي او بتكون حجمها اصغر، فلقيت انه هيدا الحجم كتير مناسب. بس بالنهاية هيدا القرار بيعود لكم اذا حابين تزغروا او تكبروا الحبة. شفتوا عندي العجينة ما شاء الله غير شكل، سلسي جدا وما عم بتعذبني ابدا. بدي اقول شغله كتير مهمه، مفروض يمكن ذكرتها قبل، انه نطحن حبه او حبات البطاطا هن وسخنين، ما بيسوى نطحنهم هن وباردين. ليه؟ لانه حبه البطاطا بتصير بتعجن وبتصير بتلزق وبتنتزع وما بيزبط معنا شيء. يعني مجرد ما انه نشيلهم من ميه السلق بنبلش بالطحن.
هون تقريبا صرت خلصيتهم كلياتهم مثل ما شايفين. هلا رح باشر بعملانهم. اول عجينه حطيت عليها النشا. هلا حيقولوا لي فينا نحط نشا؟ اكيد لا، لانه رح تنتزع معي مثل ما شايفين، لزقت شفتوا، فما بنحط نشا. مفروض انه نجيب القنينه نمسح راس القنينه كتير منيح او راس الزجاجه كتير منيح من فوق ونحط عليها الزيت. كمان هيدي خطوه كتير مهمه لحتى تنجح مع الطريقة. حطينا زيت بهيدا الشكل بترح تزبط معنا العجينة وما رح تنتزع بالمرة. كمان هيدي الخطوة كتير مهمة وناس كتير رح يسألوني عنها. شفتوا صار عندي شكل كتير حلو مثله مثل حبة الفطر نفس الشي. ولا أروع من هيك ولا أبسط من هيك أحبائي. فكرة كتير حلوة، الكبار والصغار رح يعشقوها. ومش غلط إنه نجرب طبخات جديدة، حركات جديدة طبعا لأولادنا، لحتى طبعا نغذي أولادنا بطريقة كتير حلوة وبطريقة مضمونة. وكمان كل ما تلاحظوا إنه عندي الزيت نشف على القنينة بنرجع منضيف، بنحط كباية على جنب أو كوب من الزيت على جنب وكل شوي بنغطى بالزيت وراح يزبطوا معنا ويطلعوا غير شكل. وهيدي النتيجة النهائية ما شاء الله طالعين غير شكل. عندي هون مي مغلية كانت عم تغلي غليان، شلتها على النار وحطيتها على جنب. راح نزل كل حبات البطاطا اللي أنا جهزتهم بالمي المغلية مثل ما شايفين، وراح شيلهم مباشرة وحطهم على النار لمدة دقيقة مش أكتر. دقيقة مش أكتر، ومش رح حركهم أبدا، بس دقيقة. وبعد الدقيقة منشيلهم ومنحطهم بالمي المجلدي. أنا هيدي المي شيليتها من البراد، كتير كتير بادي. وإذا في كمان قطع من التلج كمان حطوها بالمي لحتى تتماسك معنا حبة البطاطا بشكل سريع جدا. شفتوا ما شاء الله كأنه حاملة بإيدي فطر. يعني هلا إذا إجا حدا وشافني عم بعملهم ما حيصدق أصلا إنه هيدول حبة بطاطا. حنرش هلا الملح، رح نضيف البابريكا الحمراء. أنا هون استخدمت الغير حارة، فيكن إذا بتحبوا الحار تحطوا الحار. ورح ضيف أيضا الثوم المهروس، رح يعطينا نكهة جدا رائعة. فيكن تضيفوا إذا بتحبوا القليل من البقدونس أو مثل ما انا ضفت هون البصل الاخضر المفروم. وبالنهاية انا سخنت زيت حميته على النار ورح حطه بهيدا الشكل. ما شاء الله رائحة رائحة غير شكل، ما شاء الله عن جد عن جد رائحة غير شكل طلعت منهم، بتجنن فعلا يعني. وهيدا كان فيديو اليوم احبائي. خبروني حضراتكم من اي بلد اذا حبيتوا فكرة اليوم، واكيد ما تنسوا تعملوا شير للفيديو لحتى الكل يستفيد من هيدي الفكرة اللي كتير حلوة. انا هلأ بدي ودعكم الى اللقاء.